اخوتي اخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنشتغل على موقع دائما لوزارة العدل بوابة صق، وسنأخذ حالة البيع، أي عقد بيع حصص بشركة، لأنه حاليا بخصوص بيع الحصص على الشركة أصبحت أونلاين مع البنك. فسنأخذ مثال لشركة قطرية 100% وكيفية عمل عقد البيع على بوابة صك. أول شيء كالعادة ندخل بالأشخاص. شخص يجب أن يكون مالك للشركة أو الشخص الذي سيبيع حصته في حالة الشركات ذات الشركاء. فاليوم سنأخذ حالة الشركة قطرية 100% والشركة قطري واحد بس، أي أن الشركة لشخص واحد. إذن بعد الدخول إلى صك نقوم على خدمة توثيق. هنا بيع، فعفوا توعيد، إذن كما قلنا سندخل على توثيق البيع، وهنا لدينا بيع حصص في شركة أو مؤسسة. كما تلاحظون هناك عديد من أنواع عقود البيع، فبالنسبة للحالة الخاصة بنا بيع حصص في شركة أو حالة بيع حصة في أي شركة، فهذا يعتبر هو البروسيس بالنسبة لبوابة صك أو وزارة العدل. إذن سأضيف نفسي كالطرف الأول أي البائع، ويمكن تقديم طلب بالمشتري أكيد البائع. فأختار الصفة هنا كمالك للسجل التجاري، صلاحية البطاقة، والنسبة المباعة. إذن هنا الشركة مثلا 100% قطرية، يمكن بيع جميع الحصص أو نسبة من الحصص مثلا 25%. هنا السجل التجاري الخاص بالشركة المالكة، يعطينا اسم الشركة مع تاريخ الانتهاء إضافة، بعد ذلك سنذهب إلى الطرف الثاني ألا وهو المشتري. هنا سأضيف أنه المشتري إن كان شركة فإنه ممكن أن يكون شركة. في هذه الحالة سأضيف إن كان شخص فقط عن نفسي، بصفتي الشخصية، رقم البيان 28، رقم البطاقة مثلا، تاريخ الصلاحية، والنسبة للمشتريات اللي هي مثلا نفس النسبة المباعة. سأضيف هنا الشخص، وكذلك يمكن إضافة الشركة، فمثلا هنا المشتري إن كان شركة يمكن إضافة مثلا 10% كشخص مع شركة. ففي حالة الشركة هنا سأضيف إن كنت مخول بالتوقيع في السجل أو
وكيل بموجب وكالة ومندوب شركة إلى آخره. فهنا في أشياء كثيرة موجودة، بس سأخذ حالة التوكيل. عند التوكيل مخول وكيل بموجب وكالة. إذا هنا ندخل رقم الإثبات خاص بالشخص الذي سيوقع العقد أو المخول بالتوقيع عن طريق توكيل رسمي. أنا فقط أحط الحالات يعني الموجودة، فغالبا يا بيكون الشخص هو نفسه بيوقع أو أحد موكل عن الشخص بصفته كشركة أو شخصي عن نفسي يعني. إذا الوكالة إن كانت وكالة آلية نقوم برقم الوكالة بالنسبة للمشتريات مثلا 15%. هنا نضع رقم التوكيل إن وجد. مثلا في هذه الحالة نضع رقم التوكيل إدارة. فهنا يبحث عن التوكيل داخل وزارة العدل إن وجد فيضيفه. فهنا كما تلاحظون وجد الشخص المفوض الذي وضع التوكيل، ففقط عفوا نضيفه حفظ. وهنا تم إدخال رقم الشخص ووكيل بموجب وكالة. هناك حالة ثالثة وهي بالنسبة للشركات أو بالنسبة للتوكيل على الشركات، هناك طريقة ثانية سأقيم بشرح الطريقة حاليا. إذا هنا نختار كما اخترنا سابقا. سأضيف الحالة الثانية وهي وكيل بموجب وكالة، نفس الشيء الهوية. أضيف بالنسبة للمشتريات وهنا وكالة يدوية. نضيف رقم التوكيل كما عملنا سابقا. إضافة. فهنا عند هذا الزر الزائد نقوم بإضافة هو وكيل عن من، اعتبارية في السجل التجاري. سنقوم بإضافة السجل التجاري وهنا النسبة. هنا قبل إضافة السجل التجاري عفوا، هو يكون وكيل عن شخص في سجل تجاري. فمثلا السجل التجاري مملوك من شركة قطرية أو شركة مالكها
قطري 100%، هذا القطري لديه توكيل لهذا الشخص من خلال هذه الشركة، وليس توكيل شخصي، أي توكيل بالنسبة للشركة. في هذه الحالة سنضيف أولا، نضيف الشخص اللي هو سنحمل صاحب الشركة، نضيف رقم البطاقة الشخصية، هنا عفوا كما قلت سأضيف الشركة أو هو الهوية رقم الشخصي، أضيف رقم الهوية، وهنا عند الشخص المالك للشركة نعمل نفس العملية ونضيف اعتباري سجل تجاري رقم سجل، إذا فهنا الشركة والمالك للشركة الذي قام بتوكيل لهذا الشخص، أي أنه مفوض في هذه الشركة، بعد ذلك حفظ. كما تلاحظون هنا رقم الشخص مع البيانات التي أضفناها من قبل، أي أنه وكيل عن الشركة المالكة من شخص ما. إذا هنا عند النماذج نضع عقد السجل الذي سنبيع القيمة أو الحصة الخاصة به، يعطيك اسم الشركة، صندوق البريد، رقم التليفون والثمن، أي القيمة مثلا 5000، وهنا إضافة. ثم تلاحظون قد تم إضافتها، ونعمل حفظ النموذج لنرى الأشياء التي انضافت. فهنا كما لاحظنا أنه تم إضافة الشركة التي تم بيعها. بعد ذلك نذهب إلى الموافقات. إذا الموافقات المطلوبة هو إثبات شخصي للبائع وإثبات بطاقة شخصية كمان للمشترك، قد ذكرنا قبل كيفية عملية إضافة هذه المستندات وإرفاقها، والسجل التجاري للشركة في حالة توكيل، نضيف كذلك توكيل، والمحرر، أهم شيء المحرر، ألا وهو نسخة من عقد البيع الذي سيتم ورقيا حتى يتسنى لهم الموافقة له والذهاب إلى وزارة العدل لإكمال العملية. بعد إضافة جميع الموافقات نحفظ الموافقات، وهنا يمكن على عرض الطلب أن نرى ماذا يوجد بالطلب. إذا هنا الشركة البائعة والنسبة، وهنا كما لاحظتم أن الشركة ذات سجل يمثل رقم شخص مالك السجل، ويمثله الشخص بصفة وكيل برقم وكالة، هاي أهم حاجة. أو وهنا كذلك بطريقة ثانية، أنه المشتري إن كان شخص كما قلنا في الأول، فهذا ما تكلمنا عليه أنه شخص موكل عن طريق، أو أنه شخص بشركة ومثله بصفة شخصية عن طريق التوكيل الشخصي. بعد ذلك يتم فقط ما كل ما عليك هو تقديم الطلب وانتظار الموافقة من إدارة وزارة العدل إن شاء الله. وشكرا لكم.